هلا والله ليز اند جنتلمان، كيفكم؟ شنو بخير ان شاء الله؟ كلش تمام كما ترون اعزائي الكرام. قاعد اعمل لف اللفه، قلت لحالي يلا راح نشوف كم راح يكون حظنا اليوم باللوس. توصل على النبي، قول بسم الله، منورين الناس الكل، وليتس جو نعمل توقيف ونشوف هذا المتجر الغامض. صار لي زمان في ما لي عامل تحرك المتجر الغامض، وزمان ما شفنا المتجر الغامض كمان. اوكي، لا والله كان نازل من فتره عليكم او والله ما اعرف يا شباب. اوكي ركزوا معك، خلينا ندخل على الدخول ونشوف ايش ما في بهذا المتجر. ليتس جو. اوبا، اوكي اعزائي الكرام، كما ترون هنالك الكثير والكثير من الاشياء موجوده. اوبا، هذا قديم. ول 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 هو سكن قديم يا جماعه. ايام اوكي، شو عن هذا كمان؟ اوه بس سوي شو، ليش حاط صوت الكبسه اللعبه واطيه؟ اوكي وعن قولي 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 شوفي بهالمتجر يا طيبين، يعني اتت سكنات، يعني بدايه اتت سكنات كنت 57 جمهور يا جد كذا. ديم هذا شوف البعث. اوه في رومات، هذول رومات باللوز ناخذهم، دائما هرمات حلوين. هذول اوه هذا اوه العمى يا طيبين، هذا المتجر فيه اشياء غير اللي بتعطي الاسم كالعاده، هي دائما اجيبها. نحرك متجر غامض، توقعت حظني هي كمان 80. اللي حظ 80 يا شباب، حياه ما توقعت تجيني هالنسبه الحظ، اقسم بالله. وقت راح يكون عنوان خلص لان جاني يعني اجى عملي حبيبي والله العنوان وباللوز. اوكي شوف وين كمان هذا عنا اياه، وهذا عن اوكي هذا موجود موجود حلو، شيء كثير حلو. هات ولا نشوف. اوكي راح نخلي هذا السكين ناخذه بعد من بعد. طولوا بالكم، هذا شو السكين؟ عنده حقيبه، هاي اول مره هالسكين هيك يبان. والله الصراحه شيء سكين يعني عن جد حلو، اخضر اللون. ما كنت متوقعه هيك بهذا الشكل شباب صراحه، نايس شيء حلو. اوبا والله شي باللوس. اوكي خلينا نروح على الطرف الثاني نشوف شو ما في. اللي سكين البنت هذا ما كان عندي اياه. نجيبه يا طيبي، نجيبه. 200 كم؟ 200 وكم يا شباب؟ اصبر اصبر تعال 205، ما اعرف شو كم جوهره. هاي تعيط السكين الجميل هذا كمان. العيون المخضرمه. شو هذا؟ ماي جاد، هي حلوه. دايم وايش كمان؟ 100 بطاقة حاضنة يا شباب، جبناها بالحاضنة هي الحاضنة شو 100 بطاقة حاضنة متجر غامض. وات؟ يا جدك هذا سكين؟ هذا ما كان موجود، هذا قديم. لا 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 هذا المتجر يعني خطير. أكثر متجر غامض شفته بلعبة فري فاير يا شباب، مع أشياء جديدة حاطينها سكنات وما سكنات. بالعادة شباب أنا هي أول مرة شفت إنه بالسيرفر منهم يحطوا سكنات بالمتجر غامض، بالعادة ما كانوا يحطونه، ولا أنا نسيان ولا كيف، والله ما أعرف يا جماعة. أنا استوقت شعبي هون موجود كما ترون. والله مشي يعني متجر غامض باللوز، والله يعني عن جد شي حلو. أوكي نجيب سكين البنت. لا 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 حلو، لا 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 عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد حلو صراحة، حلو يعني عن جد سكين حلو يا اخوان. اوبا طلع لورا، عن جد سكين حلو. اوكي تمام الان جبنا كل الاشياء. اوكي بس ثواني شوي معلم، يعني ما بقول معلم يعني بعرف حركة من المتجر، بس خلينا نعمل ضربات هيك على عنا 100 بطاقة يعني 100 بطاقة ما بدنا نخليهم يمشوا هيك، يعني خلينا نضرب شوي على الحاضنة نشوف ايش في ما في هون على الخفيف، نشوف حظنا بالحاضنة حلو قبل الحاضنة. 100 بطاقة نحرقهم حرق. وات؟ ما عندي ولا سكين من هذا الشيتجن. قول لي اصبر يلا اول لفة نشوف. ويلو اي لفة نشوف؟ ويلو ما حظ زفت، ويلو ابدا على الفاضي. حجرين. اول قناع باللوس، ثاني قناع، ثالث اوبا حلو، هاي ثالث قناع شيء تمام. يا سلام كمان 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 ولك عاش كلها اقنعة. لا خلاص اتفقنا اقنعة معلم، وين اقنعة؟ وين كنا يعني مبلشين من اللوز؟ كنا مبلشين ولوز؟ ايه وين اقنعة؟ قول بي 540 ثواني، وين في اللي هي الحاضنة هي فيه فيها؟ والله فيها سكين، هذا لازم نحرق قبل الحاضنة يا شباب، رح نقرون كليتون. اوكي عن هذا السكين نجيبه، لازم يعني لازم نفلل الوضع معلم.
اوكي شو هذا المبخة؟ هذا جبنا هذا اختصار اختصار معدل الاطلاق او تم مملوك 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 ليش من ليش مقلش هاي؟ اه بيلا مشي الحال. تمام هون شو في عنا هون؟ اوه والله هون يا شباب هون في اشياء لسه ما جبناهم لسه اصبر هاي كمان حرق نشوف يلا يطلع لنا شيء اقنية هيك باللوز. اوه والله بيطلع لنا ابدا يعني الاقنية اللي بدي اياهم انا. يا سلام ثواني اربعة بس يهديك ربي اصبر ناخذ هذا هذا ضروري ناخذه يا شباب يعني معقول المعلم حبيبي والله. اوكي وشو في عندنا كمان هون؟ عندنا هذا فيه كان اصبر خليني كمان حرق كمل حرق الحاضنة نشيل قناع بس. يا سلام اعطانا قناع يا سلام يا سلام ثلاث اقنية بالضربة واحدة او ماي جاد بس اعطونا ام بي 40 ما بيلزمونا. اوكي حرقنا البطاقات كلياتهم يا الهي اشي باللوس. اوكي هون كمان شوفي عنا هون كمان شفت انه كان عنا هون سلاح كمان ما كنت حارقه لكن شوف ان شاء الله نشوف حظنا كيف ممكن. اوبا على اسلحة يا جدك قولي يولي والله ما بعرف شوف معبى اسلحة عم قولي يا جدك فرج 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 يا شباب فرج شوف هذا سلاح فيه رفراف و وسلاح السنايبر. اوكي تسلطونا اول مرة تبع عليه يا اخوان والله حاطين فينا اشياء باللوس يا الهي قولي خلاص اعطينا السلاح ولو شو شو بيزيد الوضع نايس. اوكي نجي لهون يلا ولو لا حول ولا قوة الا بالله يهديك بربي ها 133 بالحظ ايه الحظ الزفتي ده حبيت علي السكين الو يول لا 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 الرويال الاسلحة هاي تمنتف معنا ها اقسم بالله الو 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 يول جولد ما اضرب جولد ما اضرب جولد مجانين هدول اضرب الجولد يا سلام الجولد معلم معلم عندنا هدول الجولد اهم الجواهر يا جدك اقسم بالله اطلع من اطلع ما بدي ما بدي ما بدي هذا بعدين 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 برجع لك بعدين معلبس من حرقك ما في مشكله. المهم تعالوا نجرب تعالوا نروح نشوف نجرب السكين وين السكين هذا معلم بدنا نجرب السكين اول شيء نجرب سكين الشاب البنت عفوا وين راح البنت هاي اوكي ممكن والله ضيع بهذا المكان نجي على الاخرى نجي لهون لهون نجرب سكين البنت هذا يا سلام اوكي ادخل يا معلم ادخل على التدريب نشوف الوضع لا مو تدريب تدريب ايه تدريب قلنا يلا نشوف السكين هذا بالتدريب شو وضعه شلون شكله شو رايكم اكيد موافقين موافقين طبعا طبعا هوبا سمعتكم قولي قولي اوه عيون زرق وكل شيء اوه يا سلام صراحة سكين حلو صراحة هالمتجر غامض عن جد عن جد اشي باللوز يا اخوان يعني اشي بالاي اصفر ها احمر صراحة حلو نايس 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 والله اي تعالوا الان نجرب السكين الثاني اللي هو سكين الشاب وينه قولي قولي وينه هذا وين سكين الشاب لا حول ولا قوة الا بالله ولا شو السكين والله في سكنات معلم ما بعرف شو هدول حبيبي والله بكثير ايه لازم نعمل نعمل شي نهار نعمل شي نهار نفتح ال وش اسمه يا شباب والله ضروري هذول سكنات الارنونه والارناب شباب طلعوا لي اياهم طلعوا لي اياهم وانا قاعد بلف حبيبي والله طلعوا لي اكثر من مره دايم اوكي وين السكن هذاك ولو وين راح؟ وين السكن هذاك تبع المتجر؟ ايوه يهديكم ربي بسم الله الرحمن الرحيم والله انا اللي لا حول ولا قوة الا بالله وينه؟ وينه؟ وينه مو طالع معي؟ وات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وات؟ وينه هذا؟ أنا كيف ما جبتوه؟ وين وين كنت جايبوه؟ طلعت طلعت طلعني. أوكي انزل ليتس جو. يهديك ربي خوفتني. أوه هلو ماي فريند هذا فريند تاعنا حمزه تحياتنا حمزه. اوكي خلينا ناخذ الام بي 40 الشباب ندخل نجرب هذا السكين بالساحه التدريب نحرق ابو اللوز. اوبا شوف الحقيبه معلم شكل الحقيبه هي يا سلام الحقيبه شوف هي الحقيبه بتحط فيها
الاشياء بتاعتك يعني رصاصات ما رصاصات يعني جميع الاجهزه فهمت على شلون. المهم سكين في اللوز اوكي ندخل نجرب الوضع داخل التدريج داخل اللوز سبعكم ايوه في نفسك يا ولد نفسك الرج معلم معاك عليكم كيكو زبط عدادات وزبط العدادات حركاته صار احمر واللوز اقعد سبعكم بط وينكم وينكم شوف شوف الامبي 40 والله شاب صوته نار صوته بيجنن تعالوا يا ولد وياه يا اخي يا اخي متى يا اخي متى ايه ايش ايش دبت 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 18 دبت 18 بقى نموت باي لحظه متت تعالوا هون تعال ييه الله دبي واحد ثلاثة طر سمعكم والله في دمي واحد دمي واحد ممكن هبط هبط دمي واحد اوكي ييه صار السيد عليكو فورت يبا دمي لحد الان واحد شباب اوكي راح يتم راح اتوقف فيه حتى اموت يا حبايبي الكرام الله يسعد لي اياكم ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع ما بعرف صار زمان ما نزلت ولا مقطع بس ولكن يعني قد ما تصل لك شيء حدث هيك باللوز شباب يشجعني انه نرجع على فيديوهات اليوتيوب ان شاء الله ان شاء الله نرجع شباب ان شاء الله عايز يكون فيديو ثاني ان شاء الله الايام الجاي المهم حبايبنا نهايه السود قريبا راح يتم تفتيح قريبا راح يتم فتح سيرفر جي تي الار بتاعنا خليكم منتظرين شباب عارف تاخرنا عليكم وراح يكون في بسوس ترجع للبسوس بشكل يومي ويكون سهرات باللوز يعني معلم فهمتني؟ وعلى خير جماعه مباركه تبعكم